صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBC لليوم الاثنين 19 آب 2013. حال الاستنفار الأمني ارتفعت في البلاد، وارتفعت معها وتيرة الشائعات عن وجود سيارات مفخخة في أكثر من منطقة متسببة بجو من البلبلة. الأجهزة الأمنية ركزت على تقفي أثر الشبكات الإرهابية، وهي لذلك نفذت عمليات دهم ولاحقت متورطين في أعمال تفجير واعتقلت مشتبها بهم في الإرهاب المتنقل، وذلك للجم هذا الإرهاب. هاجس السيارات المفخخة ترافق مع عودة سقوط الصواريخ على منطقتي الهرمل وبعلبك ومصدرها الجانب السوري. وفيما الحاجة باتت ملحة لسلطة سياسية تواكب الوضع الأمني المتردي، لفت إعلان الرئيس المكلف تمام سلام أن الحكومة العتيدة قد لا ترضي كل الأطراف، لكنها لن تكون ضدهم ولن تستهدفهم. فهل يؤشر ذلك إلى احتمال إعلان التشكيلة الحكومية قريبا؟ ضيفنا اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد الخبير في الجماعات الإسلامية ورئيس هيئة السكينة الإسلامية في لبنان الأستاذ أحمد الأيوبي، ومعه نتناول التطورات المتسارعة في لبنان وربطا ما يجري في سوريا ومصر. أهلا وسهلا فيك بالLBC. صباح الخير. بدنا نشوف مثل العادة حركة السير على بعض الطرقات. أوتوستراد جوني اليوم الاثنين في عجقة صوب بيروت، حركة طبيعية صوب الشمال، دائما الشمال طريقه مسهلة إن شاء الله. كمان عم نشوف منطقة الدورة نفس الشيء، يعني تقريبا زحمة سير كتير خانقة على جسر الدورة باتجاه منطقة الكارانتينا ووسط بيروت، وباتجاه نهر الموت حركة عادية، وكذلك عند مستديرة الدورة. بولفار شارل الحلو المرفأ حركة طبيعية جدا، ما في أي زحمة سير بكل الاتجاهات. ساحة ساسين بالأشرفية كذلك الحركة طبيعية جدا. شارع الحمراء ببيروت حركته أيضا طبيعية مع توقف عند التقاطعات الرئيسية بهالشارع. طريق المطار المدينة الرياضية كمان ما في أي زحمة سير، حتى باتجاه نفق سليم السلام في ضغط خفيف للسير. وأخيرا مدينة صيدا بوابة الجنوب مثل ما بيقولوا كمان حركة السير فيها طبيعية جدا. يعني يمكن تكون الحركة على الشمال خفيفة، معناتها وضع الشمال مش كتير كويس، يعني لأنه في تخوف اقتصاديا وعمليا، يعني الناس معناتها بطلت تروح باتجاه الشمال بالشكل الكافي، يعني وهذا شيء لا بس هو يمكن الطريق كطريق باتجاه الشمال هيك إذا بدنا نعطيها من الناحية الجغرافية أسهل من التوجه إلى بيروت، وضغط السير فيها مش صحيح نفس الشيء. بس احنا عم نشوف أنه بهيدي الأيام مدينة طرابلس ومعظم مناطق الشمال عم تعاني أكثر وأكثر من تراجع اقتصادي ومن انحسار للحركة الاقتصادية والتجارية باتجاهها، طبعا نتيجة بعض الأحداث الأمنية اللي عم تصير من المدينة، ونتيجة الجو العام اللي عم بيصير فيه نوع من الضغط الإعلامي والسياسي والتشويه اللي عم بيصير لألون مع الأسف يعني. بس مين بيتحمل مسؤولية يعني هذا الوضع في طرابلس؟ هل فعلا في خشية من انفجار الوضع هناك يعني بخلال أيام مثل ما يتردد من شائعات؟ إن شاء الله يكون لا. ما بعتقد انه حيكون في انفجار خلال الفترة القادمة. اللي بيتحمل المسؤولية هو في عنا نحن رئيس حكومة واربع وزراء يفترض انهم وقائد جيش تم التمديد يعني لولايته، ومؤسسات أمنية رفع الغطاء عن كل من يعارضها وعن كل من يواجهها. فبيكون السؤال الغريب كيف ممكن نحن نشوف ظواهر منفلتة من عقالة من دون محاسبة. يعني كيف ممكن أنا أشوف مثلا بطرابلس مجموعة عم تحمل مجموعة ما بعرف مين هي، كيف نشأت، خلينا يعني نقول مسلحين ما عنده لا 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 خليني أقول إلى تيار سلفي أضرب لك إلى جهة سياسية. أنا حأعطيك بعض الأمثلة المحددة مشان الناس تكون عارفة شو عم بيصير. تفضل. يعني مثلا بآخر 10 أيام من شهر رمضان تطلع مجموعة على موتسيكلات حمل إعلام القاعدة، واحد من هؤلاء الشباب حامل علم للقاعدة قد هالستوديو يمكن، يعني بيفوت بكتاب جينيس للأرقام القياسية، بيطلعوا من محرم على أبو سمرة بيشوفوا مليلة، بيجوا بينزلوا العسكري عن المليلة، العسكري عن المليلة، وبيزرعوا علم القاعدة على المليلة. مين هدول الناس يلي ما بيقدر الجيش اللبناني يمنعهم من اقتحام المليلة؟ ومين اللي ما حقق معهم بالرغم من أنهم مصورين؟ يعني انت اذا بتفوت على اليوتيوب هلا في صور طبعا، اذا بتفوت على اليوتيوب هلا بيطلع لك هدول اللي اقتحموا المليلي وزرعوا علم القاعده بطرابلس عليها. نعم. طيب مين هدول؟ مين هدول اللي ما بيحاسبهم الجيش والمخابرات وبيجيبوهم وطرابلس كلها بتكون معهم؟ مين؟ كيف يعني؟ كيف بيصير هيك؟ هول الاسلاميين بطرابلس هن اللي داعمينهم؟ مين مغطاهم هدول؟
مين مغطى هالمجموعات هيدي يلي عم تشوه صورة المدينة جهارا نهارا وما حدا بيجرأ يدق فيها؟ هل الإسلاميين عندهم القدرة على تغطية هؤلاء المجموعات؟ مين مغطاهم لكين؟ هذا السؤال موجه للدولة وللجيش. ليش ما بيلقوا القبض عليهم؟ كيف بيجي شخص على ساحة النور بيوم التنين الأسود اللي سبق شهر رمضان بيضرب 2 قذيفة بسفن قدام الجيش اللبناني بساحة النور وبيضل يتسير مع الناس طول الليل وبوجود الجيش ويتسير مع بعض عناصر الجيش؟ مين هو هذا يا أخي؟ مين اللي بيقدر يترك هذا الفلتان؟ وهل فعلا يعني مثلا بعض الجهات السياسية هي اللي عم تغطي؟ ما حدا مغطى. طيب فإذا المسؤولية مسؤولية الآن. كان يقال أنه الجيش يمنع من ضبط الأمن، الآن ما حدا عم بيقول للجيش تردد بمكان أو وقف بمكان. الآن المسؤولية هي على رئيس الحكومة والأربع وزراء، والمسؤولية كذلك الأمر على قيادة الجيش أن تحسم الأمر. هؤلاء ناس مشبوهين ليس لهم علاقة بالإسلام ولا بالإسلاميين ولا بأي جمعية إسلامية ولا بأي حركة إسلامية. مشبوهين كيف يعني؟ في حدا عم بيشغلهم؟ أكيد في حدا عم بيشغلهم. مين على مين يعني؟ مين يعني مين؟ أنا ما بعرف مين اللي عم بيشغلهم. أنا يا أستاذ بسام، أنا مواطن طرابلسي عم شوف مشهد مشبوه. كيف بيقدر حدا يعمل كل هالشيء تحت نظر الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني والدولة اللبنانية؟ مش واجبي أنا أنبش مين اللي وراه. الدولة اللبنانية واجبها تنبش مين اللي وراه، وعموم المجتمع الطرابلسي والشمالي مسؤول عن الضغط لنبش اللي وراه. طيب من يومين مثلا صار اشتباكات بمنطقة بعل الدراويش طبعا بين باب التباني وجبل محسن. طيب ما حدا عارف ليش هالاشتباكات اندلعت وليش هالاشتباكات وقفت؟ ما هذا السؤال يعني نحن كل مرة الناس وهربوا من هونيك. طيب نحن كل مرة نحن كل مرة يا أستاذ بسام يقال لنا أن الجيش حسم الموقف. طيب يا أخي خليك حسم الموقف، ضروري يروح تدخل الجيش، ضروري يروح. يعني ليش نحن؟ طيب مين اللي عم يسمح بهذا التسرب الأمني؟ كيف بيقدروا مسلحين ينزلوا ويخوضوا معارك؟ لك اقتلهم يا أخي. أنت الجيش اللبناني معك دبابات وملالات ومدافع ومدري شو، اضربهم يا استاذ احمد. اضربهم الجيش كمان بتقوم لقيامة عليه، يعني بتضيع اخي نحن قابلين تقوم لقيامة وكلنا معه وبتصير طائفيه ومذهبيه. طب ما شفنا شو صار بصيدا وبعبره وبالمناطق. شو صار بصيدا؟ قامت لقيامة على الجيش. شو صار بصيدا؟ قامت لقيامة على الجيش في بعض الاخطاء المحدده، ما قامت لقيامة على الجيش لانه رد على على, على 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 الاعتداء عليه. ما حدا قال للجيش ما ترد الاعتداء عنك ابدا. الكل مع الجيش، لكن قامت لقيامة على بعض الامور. انه كيف بيموت شخص تحت تعذيب؟ كيف بيصير في اعتقالات بدون الإسراع في بت ملفات الناس اللي فيها؟ ما بدنا نكرر ملفات الموقوفين الإسلاميين 6 سنين و7 سنين على ذمة التحقيق وبدون محاكمات. يعني اليوم هذا أمر محق. يعني اليوم الجيش إذا تدخل بقوة بطرابلس ومنع المسلحين من النزول وحتى أطلق النار عليهم، كل طبعًا الناس بتوقف معه؟ طبعا كل الناس بتوقف معه، لأنه كل الناس بدها الأمن والاستقرار. ما بقى يعني كل العالم تعبت، المؤسسات عم تفلس، الناس عم تخترب بيوتها، ما بقى حدا قادر يقعد بالمدينة. هذا الأمر اللي صاير بطرابلس الآن في غاية الخطورة، مش مسموح بقى يستمر بهالطريقة. وأنا عم أقول أنه في حراك الآن عم يتم تحضير له، حراك مدني، حراك اقتصادي، حراك إسلامي، إسلامي بكل الشرائح، للوقوف في وجه هذه الفوضى ولكشف وتعرية هؤلاء المندسين في الصف الإسلامي ولرفض كل ما يحصل للمدينة ولوضع الأولويات على السكة الصحيحة. أنا بدي أسأل كم سؤال أساسيين. اليوم نحن مشكلتنا الأساسية بطرابلس مش مشكلة تطرف، مشكلة فقر. الإنسان يلي بيجي بياخد 20 دولار وبيخاطر بحياته ليرمي قنابل بأجرة 20 دولار بالليلة، هذا ما عنده قضية أيديولوجية، هذا عنده مشكلة فقر شديد مدقع. لذلك اليوم بدنا نفتش عن الحلول الممكنة. ليش اليوم الرئيس ميقاتي ما بيعمل جلسة خاصة لإقرار المراسيم التطبيقية للمنطقة الاقتصادية الخاصة لطرابلس؟ عشرات ومئات المصانع السورية بانتظار المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بتجي بتعمل لك 5-6 آلاف فرصة عمل خلال ما لا يقل عن 2-3 سنين، بتحل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية. ليش مطار الليعات ما بينفتح؟ ليش هيدي القضايا العالقة؟ ليش المعرض بده يضل ركام وأطلال؟ ليه؟ ليش هيدي الملفات بدها تضل معلقة؟ ليش الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي بدهم يضلوا ينكوا بعضهم بالسياسة وبالمال وبالاقتصاد وطرابلس تدفع الثمن؟
نحن اليوم مشكلتنا ليست الإسلاميين وليست الأصولية وليست الإرهاب، ما في بطرابلس إرهاب، في ظواهر شاذة تغذيها عوامل الفقر وتغاضي بعض الأجهزة الأمنية وتساهل بعض الأجهزة الأخرى. هذا هو الواقع بطرابلس. لذلك اليوم المطلوب وضع الأولويات على السكة، تحريك الملفات الاقتصادية الممكنة في ظل الأزمة الراهنة في لبنان. نحن ما عم نقول جيبوا لنا سياح، ما عم نقول اعملوا استثمارات خارجية، نحن عم نقول هيدي المنطقة الاقتصادية الخاصة، هذا المعرض، هذا المرفأ، وهذا مطار الليعات، ما في شيء بيحول دون إقرارهم، وكل من لا يقرهم متآمر، متآمر على المدينة، متآمر على الشمال وعلى أبناء الشمال، وكل من يقصر في هذا المجال يجب أن يحاسب. اليوم طرابلس والشمال محيدين عن هذه الموجة التي لها علاقة يعني باللي بسميها البعض الجماعات التكفيرية وما تقوم به من تفخيخ وعمليات إرهاب. سوى يعني سنتين ثلاثة هري بطرابلس. اليوم حيدين طرابلس. يعني سنتين ثلاثة يا أستاذ بسام وهري بطرابلس وهجوم على طرابلس وتشويه بطرابلس، تركوها ركان لطرابلس الآن. عم يلتفتوا لمناطق تانية، عم يلتفتوا لعرسال، عم يلتفتوا للطريق الجديدة، عم يلتفتوا للنعمة، عم يلتفتوا لكل المناطق. شوف الخريطة يلي انعملت بعد التفجير المؤسف والمدان اللي صار بالضاحية، شوف الخريطة يلي هي خريطة مذهبية حقيقية، مش خريطة أمنية هيدي. بعدين كيف بيطلع صحفي من هون ولا جريدي من هون ليحددوا هن الأولويات الأمنية ولا يكشفوا معلومات ما قبل التحقيق؟ مين بيحق له اليوم يجي؟ هاي بتصير وين ما كان، كل الناس بتسرب معلومات. هذا نحن بدنا نقول بهذا البلد هيك، بلد هيك، بس هذا مش قانوني. هذا مش قانوني صحيح، مش قانوني. هذا بلد هيك، هذا بلد فيه الفوضى وفي كل واحد فاتح على حسابه وفي كل واحد القوي بقوته، وهذا اللي عم يعمل الاحتقان الخطير اللي عندنا بالبلد، وهذا اللي نحن متخوفين منه، انه نحن ما توقف الامور بمحل يضل العقل له مكان. شو عم نعمل يعني هلا نحن؟ تعوا حاصروا عرسال وعرضوها لضربات امنيه جديده بحجه انه فيها كم واحد. عرسال مش محاصره هلا، ورئيس بلدية عرسال كان واضح بيقول نحن مستعدين نتعاون مع الجيش الى اخر درجه والى اقصى الحدود طبعا، ويلي وحتى نائب رئيس البلديه قال نحن يلي بتقولوا المخابرات نحن موافقين صحيح فاذا ليش التحريض؟ لا انه في بعض الاشخاص التحريض؟ في بعض الاشخاص يلي اذا في بعض الاشخاص، اذا في بعض الاشخاص يترك للاجهزه الامنيه ملاحقتهم صحيح. مش نحن بدنا نعمل حمله تحريض على بعض الاشخاص ونطال مدينه او بلده بكاملها. هي هو اللي عم بيصير. اللي عم بيصير هو التحجج ببعض الاشخاص اللي ربما يكونوا موجودين وربما ما يكونوا موجودين، واستهداف بلده مثل عرسال بأمه وأبوها. هذا ما بيصح. إذا كانوا صادقين فعلا في ملاحقة المجرمين اللي فجروا بالضاحية، فيفترض أن يتركوا الأجهزة الأمنية تشتغل، مش هني اللي بدهم يشتغلوا عن الأجهزة الأمنية. إيه بس لما أنت بدك تيجي تعمل الحملات بهذه الطريقة الممنهجة ضد مناطق محددة بعينها، أنت ما عم تساعد الأجهزة الأمنية أنها تشتغل. أنت يعني كلنا بندرك انه يعني كل هذا الكلام هو في اطار الجو المذهبي الموجود في البلد. مين المسؤول عن هذا الجو المذهبي؟ كل الفرقاء السياسيين المسؤولين. لا مش كل الفقراء، مش كل الفرقاء مسؤولين عن هذا الجو. حزب الله هو المسؤول الاول عن هذا الجو. ونحن بنعتبر انه في مساله مفصليه هو التورط في الحرب داخل سوريا. يعني ما في يجي السيد حسن يقول لي انه انا بدي اروح اذبح بالشعب السوري ومعليش يعني كمان مره السيد حسن بكلمته كلام يعني غريب، انه نحن بالقصير كنا انسانيين في حرب انسانيه. اثنين نحن شاهدنا لا خليني يعني لا يعني في جرحى تعاطوا معهم كما يفترض ان يتم التعاطي مع الجرحى. ما انت ليش لا تجرحهم؟ ما انت اللي جرحتهم، انت اللي ذبحتهم، انت اللي قصفتهم، وانت اللي دمرتهم. بتقتل قتيل وبدك تجي تشيعه، بتجرح الجريح وبدك تجي تطببه، بالاصل ليش لا تجرحوه؟ والمدنيين اللي طلعوا من القصير قصفوا بالمدافع، مش من قبل حزب الله، من قبل حزب الله ومن قبل كل من كان يحاصر القصير. هو شريك حزب الله، شريك. نحن سمعنا اللي نجوا من القصير روايات تقشعروا لها الأبدان. اللي عملوا حزب الله منو إنساني، اللي عملوا حزب الله عمل جبان. بعدين ليش ما بيرجعوا أهل القصير على القصير؟ هذا سؤال وجهه سمحت الشيخ صبحي الطفيلي لحزب الله. إذا كانت الغاية من قضية القصير طرد ما يسمى بالتكفيريين، طيب تردوهم، إلا إذا كانوا أهل القصير كلهم سواء بتعتبرون تكفيريين وإرهابيين. ساعة حساب تاني كان بعد فيها أهالي القصير ساعة اللي فات عليها يعني هالمدنيين اللي إجوا من أين إجوا يا أستاذ بسام؟
يعني مكان المدنيين اللي استقبلناهم بغالبيتها كلها مسلحين. لا لا لا, لا, لا ابدا ما انا بغالبيتها مسلحين. القصير كان فيها مئات المدنيين, نساء واطفال وشيوخ, طلعوا واجوا على لبنان. بعد وين بيرجعوا؟ يعني مدينه مدمره, وين بده يرجعوا؟ ارضهم. ما هني عم بيقولوا للناس رجعوا مشان ما يضلوا مبسطين عنا السوريين ويعملوا اغلبيه سكانيه, مش هيك بده العماد عون؟ يفتحوا لنا المجال لنشوف الاهل القصير يرجعوا على القصير. بعدين فات حزب الله بحجه حمايه القرى الشيعيه, صرنا بالقصير. بعد القصير اللي هي ظهر المقاومه الاستراتيجي, صرنا بحمص. من حمص على حلب نطينا. هيدي الحرب المفتوحة يلي عم بيخوضها حزب الله. أوكي. انت عم بتقول انه لانه حزب الله متورط في سوريا حصل ما حصل في الضاحية الجنوبية. اليوم عم يطلع رئيس الائتلاف السوري ليقول اصبح حسن نصر الله العدو الاول للشعب السوري. يعني في ناس بسوريا صاروا بيعتبروا الأولوية الآن. بس الرد بقتل المدنيين وهو الأبرياء في نحن قلنا هذا رد مدان. هذا نحن قلنا هذا رد مدان. لكن لما بتقتل المدنيين بسوريا بده يطلع مين يعمل ردات فعل مشابهة. نحن من دينا ومنرفضها لكن ما بنقدر نمنعها. ليش ما بتقدروا تمنعوها؟ ما بنقدر نمنعها لأنه مش نحن يلي فاتحين هيدي المعركة, ولا نحن يلي عاملين الحاضنة للناس. هؤلاء الناس عم يشتغلوا بدون إرادتنا وبدون إرادة أحد على الساحة اللبنانية. أصبح عندهم سأر مباشر مع حزب الله. ليه؟ نحن لا بدنا نوصل لهالمكان. وحزب الله بهيدي العملية أفشل كل ما كان يقال عن تسهيلات وتمهيد لخروجه من سوريا. كان في معطيات بتقول أنه على شهر تشرين أول أو تشرين تاني سيتم التحضير لقمة إيرانية سورية, و الكلام اللي قاله الرئيس سعد الحريري حول إيرانية خروج سورية ولا سعودية سورية؟ عفوا سعودية إيرانية. سعودية إيرانية طبعا. سعودية إيرانية. والرئيس الحريري لما كان حكي عن طاولة الحوار وفصل عن مسار الحكومة كان المقصود منه أن تجري جلسة حوار ويطلب فيها اللبنانيون من حزب الله على طاولة الحوار الانسحاب, على أن يكون هناك ممهدات في إطار القمة السعودية الإيرانية, وأن يتم يعني انسحاب حزب الله. هذا الطرح كان جدي في مرحلة من المراحل. الآن السيد حسن نسف كل هذا الخيار ورحنا على مكان في غاية الخطورة وفي يعني احتمالات مفتوحة على شتى الخيارات. الرئيس الحريري انتقد خطاب السيد حسن نصر الله. طبعا بده ينتقده لأنه مش وحده الرئيس الحريري أصلا اللي انتقده. معظم اللبنانيين شافوا أنه في نوع من الغرق في أشكال خطيرة من المواجهة ما كنا نحن مضطرين عليها. بس شو بيعمل السيد حسن نصر الله وحزب الله يعني وقت صارت المعركة بقلب الضاحية الجنوبية وقت صاروا المواطنين الأبرياء يلي ما قلوا طيب عليه شو يعني اليوم لما الضاحية الجنوبية خلينا نقول شو بيعمل؟ بيجي بيقول نقطين. بيجي بيقول أنه أنا أوكي سلمت رح أعملكم مثل ما بدكم وخلص أنا لا. تحت الضغط وتحت العمليات الإرهابية قبلت بهالشي؟ لا في نقطتين. اولا سيد حسن بيقول انه نحن ما بنضمن اذا استمرت التفجيرات ردات الفعل وهذا يضع لبنان على شفير الهاويه. ايه بس كمان هو نشر جمهوره انه يضلوا باطار ضبط النفس. يعني كسروا جبر يعني بمعنى انه هو عم بيقول انه اذا استمرت التفجيرات اللي مش اللبنانيين وخاصه السني عم بيقوموا فيها ردات الفعل ستطاول اللبنانيين من خصوم حزب الله في السياسة. ما قال هيك هو. لا هذا هو التفسير المنطقي. هو عم بيقول تفسروا هيك وغيرك تفسروا. هو عم بيقول انه نحن لا نضمن ردات الفعل. على مين ردات الفعل بدها تكون وكيف بدها تكون ردات الفعل غير المضمونة؟ استاذ احمد اليوم حضرتك يعني انا كمواطن وانت كمواطن اذا بصير اي حادثة معك او اذا بصير اي مشكل معك كل انسان بيعمل ردة فعل باللحظة صحيح. اللي بيكون هو موجود فيها صحيح. يعني السيد حسن نصر الله وحزب الله مش قاعدين على يد صحيح. كل مواطن وعم بيقولوا له عمل هيك وما تتصرف طبعاً هيك وشيل هيك طبعاً. بس ولكن القرار المتخذ عند حزب الله هو انه مهما حدث لن ينجر الحزب الى فتنة هيك عم بيقولوا. انا ماني شايف انه في ضمانات حقيقيه لعدم الانجرار الى الفتنه. لا مش بتعتبر كلام السيد حسن هو ضمانه؟ اكيد لا, لانه السيد حسن قبل هلا قال انه السلاح لن يدار الى الداخل وتمت اداره السلاح الى الداخل, وقالنا انه قبل ما تصير العمليه الجنديين الاسرائيليين بال2006 انه في موسم سياحي عامر يعني وطلع موسم يعني هائل حقيقه. ما في مصداقية لطرح حزب الله في هذه القضايا لأنه هو بيعتبر أنه الظروف والمتغيرات تفرض القرارات المناسبة
بغض النظر عما قاله سابقا، وهو بيعتبر أنه عنده القدرة على فرض ما يريد على الآخرين، وبالتالي فائض القوة يسمح له بممارسة ما يريد. بس اليوم شو بده يفرض يعني حزب الله على اللبنانيين؟ إذا لا سمح الله تكررت العمليات الإرهابية والجرائم، شو بده يفرض عليهم؟ أولا يعني هل حزب الله الآن حزب الله بيعرف أنه اللبنانيين مش هن اللي ضالعين بهالقصة؟ حزب الله الآن نفذ يعني المرحلة الأولى من علانية وجوده الأمني. العظيم، ما هي معروفة أنه موجود أمنياً. لا، بالأول كان يعني عم يحترم وجود الدولة وما كان يظهر علنية. الآن أصبح هناك كانتون أمني علني بمناطق سيطرة حزب الله ونفوذه. أستاذ أحمد، مين اللي كان بحقق الضاحية الجنوبية بالتفجير؟ يعني معلش، نحن نعرف أنه قبل ما يوصل الجيش وقبل ما يوصل المحققين، حزب الله هو مستلم. بعدين كيف بده يوصلوا؟ الناس نزلت على الطريق، الطرقات تسكرت من الناس اللي نزلت على الطريق، وصار في مناشدة يعني بوسائل الإعلام أنه يطلبوا من الناس أنه يطلعوا عن الطريق لحتى نقدر نشيل الضحايا والجرحى، وحتى تقدر القوى الأمنية يعني وفرق الإنقاذ أنه توصل. يعني نحن ما عم نقول أنه ما في ظرف كان إنساني سيء وما في حالة اضطراب وما في حالة إرباك، صحيح هذا الكلام، لكن بالإطار العام نحن عم نشوف أنه حزب الله رايح إلى مكان فرض أمر واقع أمني وفرض فراغ سياسي. طيب اليوم بموضوع الحكومة مثلا، مين بيقدر يعمل حكومة؟ حزب الله عاطي 3 نقاط تهديد سياسي وأمني في حال تم تنفيذ ما يسمى بحكومة الأمر الواقع كما يعتبرها حزب الله. أولا إغلاق مجلس النواب. ثانيا ما هو مسكر مجلس النواب، ثانيا لا مجلس النواب يعني إغلاق مجلس النواب يعني يا محلى كان في وجه التمديد. في وجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. اثنين، أنه الرئيس سلام ما بيقدر يطلع من بيته. ثلاثة، عدم ضمان أمن رئيس الجمهورية. شو هودي مين 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 اللي قالوا هودي؟ حزب الله ما قالوا، هال حزب الله ما تحدث فيهم علانية، لكن بالكواليس هدول وصلوا. هدول وصلوا، لذلك الآن وليد جنبلاط هودي ممكن يكون يعني بإطار الحملة على 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 العميد على رد الحزب. لا، مش بإطار الحملة، هو حزب الله عمل فيهم حملة. عمل فيهم حملة أمنية وسياسية. وقع الحال نائب وليد جنبلاط، نائب وليد جنبلاط يعني هودي هول خلوه يتراجع. مش قالوا له انه القصير اكبر من شوفوا علي؟ مين قال له؟ يعني مين ما هن يعني اللي سربوا لك هذا الكلام؟ هذا الكلام اوكي سرب، هذا الكلام سرب، بس اليوم مش مين اللي سربوا؟ هل طلع حدا من حزب الله قال هذا الكلام؟ ما بيقول حزب الله هيك، يعني حزب الله بيعمل اللي لازم يعمله وبيقول اللي بده يقوله بزياده يعني. يعني كلنا بنعرف انه القمصان السود، ليش طلع حزب الله قال انا عملت قمصان سود؟ لما فرض حكومه الرئيس ميقاتي على اللبنانيين، حزب الله طلع قال في قمصان، ولا عمل العرض العسكري وشبه العسكري وفهموا كل اللبنانيين انه في 7 أيار جديد؟ بس النائب وليد جنبلاط بتعليقه على الجريمه بالرويس كان واضح، كلنا قال انه انا بتهم اسرائيل بالوقوف وراء العمليه وهيدي الجريمه لازم تحفزنا لحتى نعمل حكومه مصلحه وطنيه. ما هو والنائب جنبلاط ما كان اعطى تعهد انه بيمشي بحكومه واقعيه او حكومه امر واقع. بس خلينا نراجع تصريحه قبل بكم يوم، شو كان عم بيقول؟ أشار إلى ممكن يصير في تغيير متغيرات بس ولكن والمتغيرات باتجاه حكومة الواقع وليس الأمر الواقع. عظيم، بس ما أخذ قرار. ما أخذ قرار لما شعروا أنه رايح باتجاه القرار، عملوا هذا التهديد السياسي والأمني. أستاذ بسام، نحن ما بدنا هيك نكون مثل النعامة عم نحط رأسنا بالرمل لحتلي ونتجه الواقع. هل في أحد عنده شك أنه حزب الله هو الذي يقدر على التعطيل الفعلي بالبلد؟ يا على أحمد، كل المستويات اليوم يعني اليوم نحن من عم نجي نقول أنه نحن مشكلتنا مع حزب الله لأنه على مذهب معين مثلا. نحن ما عندنا مشكلة مع الشيعة، عندنا مشكلة مع سلوك أمني في غاية الخطورة عم يفرض نفسه على الحياة السياسية اللبنانية، وعم يروح باتجاه نقل النار السورية إلى الداخل اللبناني. طيب يا أستاذ أحمد، اليوم هذا الحزب حزب الله اوكي يستهدف في قلب الضاحيه الجنوبيه مش هيك؟ نعم. يستهدف في بعلبك الهرمي بواسطه الصواريخ، امبارح سقط صواريخ، يعني شو بيفرق سقوط الصواريخ عن تفجير سياره؟ يعني الصواريخ ممكن كانت تصيب ابرياء كمان وتقتلهم. صحيح. طيب. يستهدف كمان بالجنوب، شفنا عمليه اللبونية اللي صارت، وشفنا انه الحزب اعلن عن تصديه لهذه المجموعه الاسرائيليه. طيب كل هذا الواقع شو بده يعمل حزب الله؟ بيتكتف يعني بيوقف هيك بيقول لهم ليش هذا الواقع موجود؟ الاسرائيلي فهمنا ونحن مع التصدي لأي خرق إسرائيلي،
بس هو قبل ما تنزل الصواريخ، سؤال قبل ما يدخل حزب الله على سوريا، هل كنا نشوف تفجيرات؟ هل كنا نشوف الصواريخ عم تنزل؟ مش وحده اللي دخل على سوريا يا استاذ بسام، هذا يعني الجدل شو بيفرق؟ شو بيفرق يلي شو بيفرق؟ طيب انه في فرق من الناحيه هيك العمليه، بس في ناس تقاتل في سوريا بالسلاح، وفي ناس وفي ناس وفي ناس تزود تزود المعارضه السوريه بالسلاح والمال ويمكن بالمعلومات وما بعرف بشو كمان. نحن اليوم هو مش ما في، خلينا نحكي بصراحه وبوضوح، حزب الله لديه العشرات وربما المئات من القتلى سقطوا في سوريا. خلينا يعطونا اسم واحد لشخص من تيار المستقبل قتل في سوريا. شو بدي تيار المستقبل؟ ما في جماعات اخرى؟ جماعات اخرى قديش حجمهم؟ كل حجم الذين يقاتلون في سوريا من السنة اذا بيطلعوا من فوق الالف شخص بيكون شيء كبير. كل هالعملية كل هالضجيج اذا بيطلعوا الف. بعدين الحزب بيعبر انه حتى تيار المستقبل متورط في سوريا من خلال المال والسلاح. ما قدروا عملوا حملة طويلة عريضة على عقاب صقر لحتى لي وفاتوا وتجسسوا عليه وسجلوا له وشالوا وحطوا، ما قدروا عطيونا دليل مقنع. ما قدروا قدموا لللبنانيين وللعالم دليل حقيقي على تورط أطراف أخرى بشكل فعلي ومنظم وبقرار أساسي في سوريا. هن فاتوا على سوريا بشكل مسلح ومنهجي واستهدفوا مناطق واحتلوا مناطق ولا يزالون يحتلون مناطق. قبل ما يعملوا هيك هل شفنا تفجيرات بالضاحية أو صواريخ على الهرمال؟ ما كان فيها الشيء. السبب الأساسي هو التورط في سوريا. لذلك المخرج المنطقي والوحيد هو الخروج من سوريا. مش يقول السيد حسن أنه بروح أنا والحزب على سوريا وبيطلع مني إلنا أنه والله في مين بده يعبي هذا الفراغ استراتيجي وممكن إيران تبعت قوات على لبنان. بس لا ما وصل الكلام لهون. لا طلعوا لك طلع يا سيدي طلع طلع محللين. شو بده المحللين؟ طلع أنا طلع أنا طلع من ينطق باسم حزب الله. الكلام أبدا. طلع من ينطق باسم حزب الله على شاشة المنار قال هذا الكلام. لك يا استاذ بسام يا استاذ هن يا استاذ احمد انت عندك شك حزب الله وقت بده يقول شغله ما بيقولها علنا وجهارا وبشكل رسمي وعندك شك انه طريقه الحزب بده يقول بدنا نجيب قوات ايرانيه نحطها بلبنان. عندك شك انه طريقه الحزب في التسريب وفي ايصال الرسائل هي عبر اشخاص بيتوا الان ناطقين باسمه شبه رسميا. في كتير اوقات ناس بيتحدثوا بيقولوا نحن والله جايبين معلوماتنا من عند الحزب او من عند غير الحزب، بعدين بتبين هذه المعلومات غير صحيحه. هن بيكونوا عم بيأدوا دور، هول الناس عم بيأدوا دور، هذا الدور انه الحزب يوصل من خلاله هيدي الرسائل. نحن اليوم امام واقع بدنا نرجع له بالاساس، تدخل حزب الله بسوريا يفتح مشكل حقيقي في لبنان، يؤثر على طبيعة الأمور في لبنان وعلى حتى طبيعة العلاقات بين اللبنانيين. المخرج الوحيد هو العودة من سوريا. بس كمان يعني الحزب عم بيقول السيد حسن نصر الله بيركز على شغلة أساسية أنه من يستهدفون الحزب في لبنان مش رح كمان يعني يخلوا حدا آخر إلا ما يستهدفوه، رح يستهدفوا السنة ورح يستهدفوا المسيحيين ورح يستهدفوا الدروز، يعني هناك استهداف لكامل لبنان. خلينا نقول أنه يعني الإرهاب إذا كان بهذا المعنى صحيح بيستهدف الكل، لذلك نحن عم نرفض اللي عم بيصير ضد الضاحية، نحن بنعتبره ضد كل اللبنانيين هذا الأمر، منا معتبرينه أنه إنجاز، هذا أمر مدان، لكن استمرار المسار بهذه الطريقة سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه على الجميع. وبيد حزب الله حل هذه الإشكالية. طبعا القرار هو قرار إيراني، لذلك نحن بنعتبر اللي صار هو نكسة لمسار تحدثنا عنه. هو مسار محاولة إيجاد نوع من إدارة الأزمة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران. لأنه عمليا القرار مش قرار عند حزب الله يعني مع الأسف. رح توقف أول مرة مع الإعلان ومن تابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBC مع الأستاذ أحمد الأيوبي. أستاذ أحمد خلينا نجي للواقع، الجماعات المتطرفة أو الجماعات التكفيرية بسموها أو كمان أنتم بتسموها جماعات الجهادية، هل فعلا هذه الجماعات موجودة في لبنان؟ يعني هذا سؤال دائم، كل ما نصير أمام استحقاق نرجع منشوف أنه عم ينطرح من جديد. نعم. أنا بتقديري أنه الآن الخطر الفعلي هو مش متأتي
من جماعات عندها ايديولوجية تكفيرية وإنما متأتي من مستوى حدة الصراع الإقليمي اللي عم بيصير. يعني نحن الخطر الآن مش خطر ايديولوجي تكفيري وإنما هو خطر صراع يندلع في سوريا ويتشظى في المنطقة. يعني جمعين اثنين هالجماعات يعتبروا كمان. وممكن تلاقي شخص مش تكفيري عم بيفكر بأعمال أمنية. يعني يعني القضية الآن ما عادت محصورة باتجاه واحد. ممكن تلاقي ناس عندهم فكر جهادي مثلا عم بيفكروا بهذا الاتجاه وممكن تلاقي أشخاص ما عندهم هذا الفكر الجهادي. حدة الصراع تدفعهم إلى التفكير بأعمال أمنية. بس شو تعريفك بالبداية؟ يعني جماعة تكفيرية أو شخص تكفيري شو تعريفك؟ يعني هذا الحقيقة تعريف مطاط. الجماعات التكفيرية هي في العادة اللي تكفر كل من يخالفها في العقيدة أو في الرأي. يعني هذا بالتعريف العام. لكن يعني حتى تكفر وتحلل قتله نفس الوقت. هلا في ناس بتكفر بدون القتل بتعتبره انه هذا خارج عن الدين وهناك مجموعات تبيح القتل وهدر الدم. ولكن هذا الامر يعني منو محصور بمكان يعني بفئه محدده. بالعراق مثلا لما اشتد الصراع السني الشيعي كان التكفير من كلا الطرفين والقتل من كلا الطرفين. كنا نشوف مجموعات تابعه على مقتضى الصدر يعني مارست أشياء خيالية في العنف يعني. وكان في مجموعات محسوبة على القاعدة مارست أشياء فظيعة ضد الشيعة وضد السنة يعني وضد المسيحيين يعني. لذلك فعلا هذا خطر حقيقي الآن. لكن هذه المجموعات في سوريا مثلا جزء من اللي شكلوا الجسم الجهادي خلينا نسميه. الجسم الجهادي في سوريا انقسم قسمين. قسم والى دولة العراق الإسلامية بمفهوم وفكر تنظيم القاعدة وقسم آخر اللي هو اتموضع تحت عنوان جبهة النصرة وتنظيمات ومجموعات مشابهة لها رفض فكرة أن تكون القاعدة نسخة يعني طبق الأصل في سوريا. شو بيفرقوا يعني عن بعضهم يعني؟ اليوم إذا جبهة النصرة لم توالي دولة العراق الإسلامية اللي هي القاعدة على رأسها، شو بفرق بين جبهة النصرة والقاعدة؟ الفرق هو إنك عم تقدر تلاقي إمكانية لنوع من الحوار والتفاهم مع جبهة النصرة أن لا يكرروا تجربة العراق في سوريا. يعني قضية التكفير والقتل على أساس الخلاف تم الحد منها إلى حد كبير في سوريا في هذا الإطار. من قبل جبهة النصرة؟ طبعا من قبل جبهة النصرة. ولكن اليوم التقاطل قائم بينه وبين بعض وحدات الجيش السوري الحر واحد. ليش الأكراد يعني امبارح شفنا نزوح كردي بشكل كتير كبير من صحيح من صحيح لأنه معارك قائمة بين البي بي كي هذا صراع ما له علاقة بالجانب العقائدي. المطرانين بيقولوا جبهة النصرة خاطفتهم، الأب باولو بيقولوا جبهة النصرة خاطفته. يعني المطرانين قضية أنا بعتقد يعني شبه مؤكد إنه لا مش جبهة النصرة ولا حتى الجيش الحر. هناك مجموعات سمح النظام بدخولها عبر مطار حلب شيشانية ما حدا بيعرف هويتها الحقيقية وين، تموضعت في مكان ما وهي الآن تمارس عمليات سطو وخطف وإرهاب يرفضها كل السوريين وخاصة المعارضة السورية. أنا ما عم أقول أنه كل سلوك جبهة النصرة اللي اختلفوا مع القاعدة هو سلوك محمود وجيد، لكن عم نقول انه هناك مسار الشعب السوري يرفض من خلاله اي ممارسات تكفيرية او ممارسات عنف. يعني جبهة النصرة بمكان معين بمنطقة من المناطق لما جربت تفرض هي مفهومة ومنظومتها الاجتماعية خرجت مظاهرات وتم طردها من هذه المناطق. صحيح. وبالتالي نحن عم نقول انه الشعب السوري قادر يحدد وقادر ان يلفظ فعليا كل من يخرج عن المفاهيم الاخلاقية الاسلامية المعتدلة. يعني عندك انت هذه الفكرة والرئيس الحريري كمان حكي عن هذه الفكرة، قال انه بكرة بس يسقط النظام انه هودي التكفيريين راح كمان يروحوا. طبعا لانه ما في لهم مكان. اما ان بس ليش يعني انه ليش عندكم هالقناعه؟
عندنا هي القناعة. خلينا نعمل مثل آخر. بالبوسنة والهرسك كان هناك جهاديين مشابهين جدا للجهاديين في سوريا. وينني هلا؟ وينني؟ حتى بكوسوفو كان قسم كبير منهم، قسم كبير منهم استقر بالمجتمع المحلي وأخذ جنسيات وقعد، خلص انتهت. وهناك قسم كبير من السوريين الجهاديين سينتهي مفهوم للجهاد عندما يسقط النظام وعندما تستقر الأمور في سوريا، لأنه السبب الأساسي لخروجهم وتشردهم في أصقاع الأرض هو هذا النظام اللي طردهم. هن كانوا أمام أحد خيارين، إما الحبس والموت في سوريا أو الهرب فرارا إلى الخارج. لذلك المسار هو مسار مطمئن في المدى البعيد، مثير للقلق نتيجة حجم الضحايا اللي عم تسقط الآن. أما أنه نحن عنا خوف من أنه سوريا بكرة تصير رهينة بيد التكفيريين، هذا أمر مستحيل. عموم الشعب السوري ما رح يقبل، ما رح يقبل، وما حدا بيقدر اليوم يفرض خياراته على الناس بالقوة. يعني ما حدا بيقدر يجي بقوة السلاح سواء كان نظام أو مجموعة يفرض خياراته على الناس بالقوة. لذلك القضية الآن قضية المجموعات التكفيرية، بدل التهويل بالخصومة مع التكفيريين لإثارة النعرات المذهبية ولإثارة يعني الاصطفاف المذهبي والحشد المذهبي، خلينا نروح على أساس المشكل وعلى وسائل أخرى في المعالجة. يعني مين قال أنه اليوم نحن مثلا إذا في مجموعات محلية عندها طابع متشدد بطرابلس العلاج مع علاج أمني فقط؟ أنا بعتبر العلاج الأمني هو علاج وقائي، بمعنى أنه هاي المجموعات تكون تحت العين حتى ما تعمل عمل أمني تفجيري أو تخريبي بالبلد. لكن في مشاكل أخرى عم تسبب بهيدي الظواهر. طب شو بدك تغير الأيديولوجيا تبعيته يعني؟ طبعا بدك تغير فكره. طبعا هناك معركة فكرية يجب أن يقوم بها الإسلاميون المعتدلون. وألا شو قاعدين عم نعمل؟ طب ايه شو عم تعملوا؟ إذا كان خلينا نقول بوضوح، إذا كان الإسلامي المعتدل مدافع عن الاعتدال فهو مقصر. هو عم يسمح بانتشار هذا النوع من الفكر المتطرف. هذا واحد. اثنين، قضية الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. كيف ممكن أنت تنتظر من شخص مثلا عائلة من 10 أو 12 شخص عايشين بغرفة واحدة بمقبرة؟ هذا الشخص عم بفضل يطلع بشكل المتشدد الديني على أن يكون لص. يطلع بشكل المتشدد الديني شو بيستفيد يعني؟ بيستفيد مصاري من وراء القصة. بيستفيد أنه إذا عمل عنف ما بيكون سارق، بيطلع شهيد أو ضحية. لذلك تحت ستار الدين يعني. تحت ستار الدين طبعا. لذلك نحن المشكل الاجتماعي بأول الحلقة معك أستاذ بسام قلنا أنه لازم المسارعة لعلاج المشكل الاجتماعي، لازم المسارعة إلى فتح بعض أفاق الأمل والفرص في العمل أمام هؤلاء الشباب. وبدي أقول بالمقابل أنه دور الإسلاميين دور جوهري. من يحمل الاعتدال عليه أن يواجه ويدافع عن الاعتدال. أنا ما بفهم مثلا دور المساجد بمدينة طرابلس كيف ممكن يكون متراجع لهذه الدرجة الآن. شو يعني بالخطب يطلعوا المشايخ بالخطب يقولوا للناس انه هذا المسار هو مسار خاطئ، هو مسار يؤدي الى خراب البلد؟ لازم يقولوا هذا الكلام ويتحملوا مسؤوليته ويحاوروا هالشباب اللي عندهم وجهة نظر مخالفة بالدروس وبالمواعظ وبالاجتماعات وباللقاءات ويقصدوهم محل ما هن يروحوا لعندهم. ما بيصير نقعد نتأرج على ظاهرة عم تهز كيان المجتمع المسلم واللبناني بهذا الشكل. وعارفين نحن علاجه وين؟ نحن عارفين العلاج وين. العلاج علاج اقتصادي اجتماعي وعلاج فكري تربوي ودعوي وعلاج أمني بالآخر. لأنه نحن شفنا وقت اللي الأمن بس هو اللي عالج المشكل، شفنا مكدسين مئات السجناء بسجن رومية، وبعض منهم اللي فات ما له عليه أثار أشد تطرفا من المتطرفين، وصارت مدرسة سجن رومية بتخريج التطرف نتيجة غياب العدالة. لذلك اليوم الأولويات عند الإسلاميين يجب أن تراجع وأن يمارسوا نقد ذاتي لأنفسهم ولدورهم، وأن يحددوا مسار بضوء المتغيرات بالمنطقة. كيف ممكن نحن نوصل إلى شبكة أمان اجتماعية في المجتمع يتعاون فيها الإسلاميون مع غيرهم، مع المجتمع المدني،
مع المجتمع الاقتصادي لوضع خريطة طريق حقيقية للسلام الاجتماعي. انت هون عم تحكي عن الإسلاميين المعتدلين طبعا، يعني مش عم تحكي عن المتطرفين، لأن المتطرفين يعني كما يبدو بيرفضوا كل تعاون مع أي مجتمع مدني، مع أي مجتمع آخر، مع أي يعني وكأنه هن يعني فقط الذين يتواجدون في هذه المنطقة أو عند هذه الأرض، وأنه الباقي كله. أنا حأضرب لك هيك مثل بسيط. في مجموعة بمنطقة من طرابلس عاملة لجنة شرعية وبيعتبرين أن هن بدهم يطبقوا الشريعة الإسلامية، وجمعوا الناس وصاروا يفرضوا خوات عليهم بطريقة من الطرق. كيف تواجهت هيدي الظاهرة؟ هل تواجهت أنه نحن، وعلى فكرة هيدي ظاهرة في بعض الأعضاء بهيدي اللجنة، يعني مثلا ما خصهم بالجانب الديني أبدا، مركبين تركيب غريب عجيب، يعني ما لهم علاقة، صاروا أعضاء لجنة شرعية. كيف تتواجه هيدي؟ تواجهت أنه المشايخ المعتبرين بطرابلس اجوا قالوا انه هذا فعل مرفوض، نحن بنرفض تغطيته، وهي الظاهرة تنحسر الآن وما بقى عندها غطاء. طبعا هذا ما بيكفي، لأنه في ناس عاطلة عن العمل وجوعانة وعندها عيال، بدها حل. ما ممكن إطلاقا هيدي الظاهرة نحن نجيها من فوق بهيدي الطريقة، أنه أنتم متشددين ومتطرفين ما في أماكن لكم إلا الحبس. هذا أمر ما بيصح، وبدنا نستفيد من التجربة السعودية بهذا المجال. المملكة العربية السعودية عملت طريقة المناصحة وعملت حملات متتابعة وجابت الأشخاص المتطرفين هدول وعملت لهم معالجة دعوية ومعالجة اجتماعية ومعالجة اقتصادية. لما بتكون عم تعالج الجوانب هيدي كلها سواء، ما بقى في مكان للتطرف. طيب اليوم جبهة النصرة إلى امتدادات في لبنان أو دولة العراق منكون الإسلامية منكون إلى امتدادات في يعني لبنان. يعني منكون عم نضحك على حالنا إذا قلنا أنه ما في مثلا أفراد يتعاطفون مع جبهة النصرة في لبنان. أفراد لأنه ما في تنظيم في لبنان سوري، سواء حتى الجيش الحر أو جبهة النصرة أو أي تنظيم آخر يعمل على الأراضي اللبنانية بالمعنى التنظيمي. لا بس كيف يعني هالأفراد بيقدروا يجيبوا متفجرات وبيقدروا يجيبوا أسلحة وبيقدروا يفخخوا سيارات وبيقدروا يصنعوا أبواب؟ نحن يعني أنا إذا, أنا إذا, أنا إذا كان ما عندهم إطار تنظيمي، يعني شو هالقدرة الفردية اللي عندهم إياها على على أنا بدي أقول لك أنه أولا لازم ننتظر نتائج التحقيق اللي عم بيصير الآن، لأنه في جزء كبير أنا برأيي من المعطيات اللي تم ضخه خلال هالكم يوم اللي مرقوا سينجلي عن فينا نقول عن حقائق أقل مما هو متوقع. يعني لأنه بالتجارب السابقة كنا نشوف أنه ألقي القبض على فلان وفلان 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 وعلى المجموعة الفلانية وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، وبالآخر يعني بيطلع ما في شيء. لذلك نحن عندنا ثقة بالأجهزة الأمنية ونرحب بالتعاون بين مخابرات الجيش وفرع المعلومات، ومن دين كل أشكال الاستهداف لشعبة المعلومات. لأنه هذا اللي صار مثلا بقضية المخطوفين التركيين، هذا أمر يعني يستهدف جسم الدولة، مش يستهدف يعني شعبة المعلومات. الآن المسار في هذه التحقيقات سيظهر جملة من الحقائق أهم اللي حكيناه نحن، أنه السبب الأساسي وراء نشاط هؤلاء الناس إذا كان صحيح في استهداف مناطق حزب الله الضاحية والمناطق التي يسيطر عليها حزب الله هو تدخل حزب الله في سوريا. أولا. اثنين، أرجح أن التحقيقات ستسفر عن وجود مجموعات، إذا كانت موجودة مجموعات محدودة وخلايا غير متناسقة. يعني ما يعني في عندنا شبكة يعني حالة ما بيشكلوا يعني تنظيم كبير متناسق مع بعضه. لا لا له أمير لا ما في. نحن إذا في بعتقد بيكون في مجموعة على طريقة العمل المجموعات العنقودية، يعني مجموعة بتشتغل لحالة من دون ما يكون في لها يعني تنسيق مع مجموعات أخرى، ولا بتعرف المجموعات التانية شو عم تعمل، وهذا يعني الأقرب إلى طريقة عمل هذه المجموعات، يعني حتى بالنسبة لهم أمنيا أفضل من أنه يكونوا عاملين هرمية تنظيمية في حال كشف جزء منها يعني يكشف الكل. فلذلك
التوقع أنه يكون في مجموعات يعني محدودة عم تشتغل على أهداف أمنية معينة بطريقة بعتقد جزء منها بدائي وجزء منها عم بيراكم ويطور. يعني نحن بدنا ننتبه لمسألة أساسية أنه بدأت الأمور ب يعني بعض الصواريخ اللي على الضاحية. أول اليوم في خبرية أنه أحمد طه ممكن يكون ألقي قبض عليه، عندك شيء معلومات بهالإطار؟ إيه، حزب الله ألقى القبض عليه وما بعرف أين تسلموا للدولة اللبنانية. حزب الله عم ينفي، يعني كبار المسؤولين بالحزب عم ينفوا أنه لا مش مزبوط، نحن ما ألقينا القبض على حدا. لا هني يعني أنا عندنا معطيات دقيقة أنه حزب الله ألقى القبض عليه وفي صورة لألو موجودة. شفت الصورة عم يتداولوها، بس يعني هاي الصورة مش وقت إلقاء القبض عليها. يعني أنا بعتقد أنه حزب الله بموجب أصلا الإعلان اللي أعلنه الأمين العام للحزب عن الفعل الأمني في مواجهة يعني حالة طارئة واستهداف والتركيز الكبير على أحمد طه اللي صار خلال الأيام الماضية. وهون يعني في ملاحظة، هو لمين ينتمي أحمد طه؟ الحقيقة ما يعني معنا، يعني هل هو اسم جديد بإطار هذه الجماعات اللي عم بيتم الحديث عنها؟ يعني أنا صراحة ما قدرنا يعني خلال هالفترة القصيرة قبل الحلقة أنه نقدر نستوعب مين أحمد طه بالتحديد، لكن خلينا نقول أنه في مسار عام بيرجح الآن عدم وجود شبكة أو تنظيم على المستوى الهرمي في لبنان لتنظيمات المعارضة السورية. هناك مجموعات تعمل منفصلة حاطة أهداف أمنية لا شك، ما بتقدر تتوقع مين ممكن تكون لأنه غالب الأحيان الجو العام السائد هو جو النقمة على ما يفعله حزب الله، فما بتقدر تميز ما بين مثلا شخص يعلن الحنق والغضب على ما يفعله الحزب في سوريا في الشكل وما بين من يترجم هذا الغضب إلى عمل أمني. بس نحن عم نلاحظ كمان يعني أنه هذه المجموعات أو هؤلاء الأفراد يعني هن بين لبنانيين سوريين فلسطينيين ومصريين، يعني عم بيكونوا هلا هذا المصري اللي المصري اللي عم ينحكى عنه هو مصري مقيم في لبنان منذ فترة طويلة، يعني فالبيئة اللي موجودة هي بيئة لبنانية فلسطينية سورية، هذا هو المثلث الفعلي والمثلث اللي مندرج في الصراع. يعني أنا مثلا استغربت كيف مثلا التركيز كان على حركة حماس من دون تسمية من قبل بعض الإعلاميين اللي طلعوا يحللوا ويبعتوا رسائل أنه هي احتضنت بعض الناس اللي قاموا بعملية التفجير. هذا أمر يعني يستحيل يكون صحيح، لكن تم استغلال هذه اللحظة لإرسال رسائل معينة إلى حركة حماس. واقع الحال أنه حركة حماس مش بس أوعى من أنه تعمل هيك، يعني هي عندها قرار أساسي أن لا تنخرط في الصراع اللبناني ولا في الصراع الداخلي يعني المذهبي. وبالتالي نحن عندنا يعني خريطة واضحة بهذا المجال. هذه المجموعات لا أعتقد أن لها عمقا حقيقيا شعبيا وما عندها بيئة حاضنة، وقال لكنا شفنا يعني مشهد آخر بمناطق مختلفة، ما شفنا حدا احتج على إلقاء القبض عليهم ولا حدا رفض مثلا حد بيحتج على إلقاء القبض على ناس مفجرين وهذا سيارة بيعاكس وهذا بيعاكس يا أستاذ بسام نظرية البيئة الحاضنة اللي عم يتهموا فيها الساحة السنية. ما هيك؟ يعني ما بيصح اليوم أنه نحن نقول أنه البيئة السنية تقدم، ولا حتى يصح القول أنه الخطاب السياسي الرافض لحزب الله هو خطاب تحريضي ومذهبي يؤدي إلى التفجير. هذه الاستنتاجات هي استنتاجات سلبية لا تساعد في معالجة الإشكال اللي نحن عم هاي المجموعات اللي عم بتقول عنها أنه هذه مجموعات يعني غير متناسقة، هذه مجموعات يعني منا بإطار تنظيم كبير، بس ولكن من أين تأتي بهذه القدرة يعني على جلب صواريخ وجلب سيارات وتفخيخ سيارات وقيام بعمل تفجير؟ يعني هيدي ما بدأ احتراف، ما بدأ ناس يكون عندهم خبرة في هذا المجال. أنا قلت لك أنه هاي مجموعات تراكم الخبرات، لما بدأت الصواريخ على الضاحية بعتوها على قاعدة خشب ما هيك منذكر لما تفجير بئر العبد الأول كان تفجير غير ناجح عمليا، والحمد لله لأنه ما نجح. يعني التفجير الثالث وصلوا فيه لهدف يعني تفجير مؤذي وقتلوا الناس. فإذا في تراكم،
ولا شك إذا بدك تجي للواقع أنه في من بين المنشقين يعني عن الجيش السوري ومن الضباط المعارضين كثير من الضباط اللي عندهم خبرات أمنية في هذا المجال، سواء في الرصد أو في التفخيخ أو في التفجير، وإذا أخذوا قرار أنه هني ينخرطوا بهالعملية ممكن يؤدوا إلى نتائج يعني خطيرة. طب هالمتفجرات نين بيجيبوها؟ يعني بيصنعوها هني ولا بيتم إدخالها من سوريا أنا بعتقد ولا من السوق اللبنانية؟ لا أنا بعتقد في جزء كبير من المتفجرات ممكن تصنع. يعني أنت اليوم إذا بتفوت على حيالله موقع للإنترنت من مواقع الجهاديين بيعلموك كيف تصنع قنبلة، ومش بس قنبلة عادية، قنبلة قذرة، يعني حتى من هالقنبلة البيولوجية يعني. ففيك من الصيدلية تشتري، وفيك من حيالله محل تشتري مجموعة مواد وتكون فيهم مادة متفجرة تؤدي إلى أذى الناس. ما بقى يعني لم يعد ممكنا اليوم حصر المخاطر الأمنية إطلاقا، وهذا أمر كتير مخيف وكتير خطير، لأنه ممكن بأي بي 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 بعناصر بسيطة تقدر تصنع قنبلة تجتاح إلى في عشرات الناس أو مئة الناس. يعني طيب كمان بس يعني هذه المجموعات وقت بتقوم بهذا العمل الإرهابي أو تحضر لعمل إرهابي، طيب ما هي بتبقى موجودة بأماكن يعني بتعرف أنه هي محمية، يعني بمحل من المحلات البيئة الحاضنة اللي عم تحكي عنها موجودة. ما شفناها كانت محمية، شفناها الناس ما نعرف أصلاً مين إني كيف فاتوا كيف طلعوا، وتفاجأوا هالسيارة مثلاً اللي ركنت بالنعمة. إنه شيء غريب، كل سكان البنية وكل سكان المحيط كيف نوجدت ومين فتح، في شخص ممكن يكون عطى المفتاح الكراج لحتى لي إجا شخص حط هالسيارة. عم بيقولوا إنه هذا الشخص توارى عن الأنظار. وتوارى عن الأنظار، وما شفنا حدا من هالناس يعني أبدأ أي نوع من أنواع التعاطف. وبالتالي فكرة الخرق الأمني الممكن هيدي موجودة، فكرة البيئة الحاضنة غير صحيحة إطلاقا، والمخاطر الأمنية الناجمة عن التورط في سوريا هي اللي عم تضخم إمكانية تفاعل هذه الأحداث وتضخمها واستهدافها لشرائح أوسع من اللبنانيين مع الأسف. بس كمان يعني بدنا نقول شغلي أنه كمان أنه هذه المجموعات يعني اللي بتسمي حالها جهادية والبعض بيسميها تكفيرية، يعني كمان منا غريبة على عن لبنان. يعني ما بننسى أحداث الضنية بالألفين، شو صار يعني بالضنية؟ هذا واحد. أحداث الضنية إلى سياق مختلف. كانوا يعني جماعات كمان يعني جماعات. كانوا جماعات مسلحة كانوا 20 شخص معهم 4-5 بويريد، تركتهم المخابرات السورية يتضخموا وتترك وتبعت الناس لعندهم لحتى لي حملتهم بويريد وسمحت لهذه الظاهرة أنها تصير ظاهرة صدامية مع الجيش اللبناني. كلنا بنذكر أنا طلعت على الضنية وكنت بعمق هذا الحدث، أنا تبعت هالمسألة بغاية الدقة. هدول الناس ما كان عندهم وارد أصلا أنه يصدموا مع الجيش. كيف انتركوا شهرين؟ أنا كتبت بجريدة اللواء بهيك الوقت عنهم لبعد شهرين أو شهرين ونص لحتى لي فائت الدولة عليهم والمخابرات السورية عليهم. طيب هل يعقل في مجموعة مسلحة عم تهدد الأمن بالبلد تتركها شهرين ونص؟ كيف هالحكي؟ طيب وفتح الإسلام بمخيم نهر البارد؟ فتح الإسلام عبارة كانت يعني هوني ما كان بعد المشاكل بلشت بسوريا؟ إيه، بس مين اللي صدر فتح الإسلام؟ مين اللي أطلق شكر العبسي من السجن قبل نهاية مدته؟ مين اللي بعت عدد من الضباط السوريين المخابرات اللي كانوا في عداد فتح الإسلام؟ مش النظام السوري اللي صدر هاي التجربة وقال لهم أنتوا رايحين تقتلوا اليونيفيل بالجنوب وحولوهم بعدين على الشمال؟ يعني هيدي الظاهرة وين كانت البيئة الحاضنة اللي عم نحكي عنها الآن؟ السيد حسن اللي وضع الخطوط الحمر عليها، وتيار المستقبل هو وعموم السنة اللي رفضوا هذه الظاهرة، ولولا الاحتضان للجيش اللبناني في ذلك الوقت لما كان قدر أنجز نهر البارد. كان بقي يمكن لهلأ نهر البارد محاصر وما انتهت القضية. طيب رح توقف تاني مرة مع الإعلام، بس قبل ما توقف أنا وياك بنروح شوي على منطقة الدورة، لأنه حسب ما عم نعرف أنه عم بيكون في زحمة سير كتير قوية من المنطقة الممتدة من الدورة إلى الكارانتينا، والمواطنين يعني هلأ صارت الساعة 11 والمواطنين لازالوا عالقين في زحمة السير هذه. يعني هذا مشهد جسر الدورة عم نشوفه بهذه الطريقة. يعني ما بعرف هذه أزمة السير مثل الأزمة السياسية بلبنان ما لها حل. انطرح مرة ينعمل جسر، يمكن جسر معلق أو يعملون شيء أوتوستراد فوق البحر أو يعني شيء مترو، بس
فالج لتعالج. على كل يعني أنا بس بخصوص موضوع السير يعني ازدياد ضحايا حوادث السير اليوم صحيح. هذا شيء يعني مؤسف جدا. يعني بالسنة عم بيكون عندنا مئات القتلى يعني كأنه نحن بحرب، وهذا بيستدعي يعني نوع فعلا من الصحوة الكبيرة وحملات الاستنهاض الكبيرة للتوعية وللضغط على الدولة، لأنه في محلات كتيرة مثلا اليوم بمنيارة صح قطعوا الطريق امبارح. قطعوا الطريق ليش؟ لأنه هاي نوع من الحفريات عم تؤدي إلى قتل الناس على الطرقات. صحيح صحيح يعني. على كل بنتوقف تاني مرة مع الإعلان ومنتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع الأستاذ أحمد الأيوبي. إحدى المشاهدات من الهرمل بتقلي أنه القصف على الهرمل بدأ قبل بأربعة أشهر من أنه يتدخل حزب الله بالقصير. حزب الله بدأ قبل ما يعلن عن دخوله بسوريا بأشهر. وكنا نحن عم تجينا المعطيات عن القتلى اللي عم يسقطوا للحزب. يعني هذا نوع من التبرير، التبرير يمكن هني معذورين فيه لأنه عم يعانوا من هيدي الصواريخ ويلي نحن نتمنى أن توقف يعني بكل الأحوال. بس تدخل حزب الله ما بدأ منذ لحظة الإعلان، وحزب الله فات على المعركة ومهد لها منذ أشهر طويلة، وبالآخر لما أصبحت الظروف ولاحظ أنه تدرج في الإعلان. يعني يعني بالأول في مناطق حدودية مباشرة في قرى شيعية هدال نحن بدنا نحميهم، رجعنا بعد شوي القصير هي خاصرة وظهر المقاومة واجب أنه نحن يعني ندخل عليها، فتنا على أذكرنا فتنا على حمصرنا بحلب. نعم. يعني ما بعتقد أنه التبريرات كافية لإنتاج قناعة بما يفعله حزب الله بسوريا. بدي روح شوي على المسألة السياسية. جريدة النهار تنقل عن الرئيس تمام سلام أنه متمسك بالأمانة وبالإجماع الذي حظي به عند التكليف، بيقول لن أؤلف حكومة يغيب عنها أي مكون لبناني، لن أؤلف حكومة تقصي أي مكون لبناني، لن أقوم بعمل يقصي أو يطاول أي فريق لبناني طائفي أو سياسي، فليس هدف حكومتي استهداف أي فريق أو إقصاء أي فريق. يعني ما بده يؤلف، يعني هو عم بيقول بمكان معين أنه لا مكان للثلث المعطل في الحكومة، وأنه قضية الوزراء الاستفزازيين يعني ما نواردة، والمداورة بالحقائق يعني هذا المتمم لما طرحه الرئيس تمام سلام. أي حكومة ما بتتمتع بهيدي المواصفات هي حكومة فشل مسبق. ونحن ما يعني ما بنقدر مثلا نتصور كيف ممكن حكومة تتشكل وحزب الله موجود فيها. طيب ما نحن حزب الله يعني جاي من لا نحن عم نقول حزب الله مكون أساسي خرق إعلان بعبدة اللي وقع عليه، والآن أصبح مجرد حبر على ورق من وجهة نظر النائب محمد رعد. حبر على ورق ليش وقعتوه في الأساس؟ بس هو قال ليش اعتبر إعلان بعبدة ولد ميتا وليش هيدا إذا كان ولد ميتا حبر على ورق؟ قال لأنه كان في ناس سبقونا بالتدخل على سوريا. سيدي حكينا بهذه النقطة مش هنرجع لها، عظيم مش ما رح نرجع لها. الآن حزب الله كيف ممكن طرف سياسي بحجم حزب الله منخرط في المواجهة السورية بده يركب بحكومة مع ناس ترفض تدخله في سوريا؟ وشو تأثيره هذا على المسار الحقيقي للحكومة مش بس بالسياسي، شو تأثيره على السياسة يعني مثلا سلوك الجيش اللبناني؟ طبعا اذا هي الحكومه ما تشكلت مثلا كيف بده يعني كيف بدها تمشي الامور بهيدي الطريقه اللي عم يطرحوه قوى 14 اذار وجزء من المستقلين واللي بيتمنى بعدها موجوده يعني حتى الان على الاقل يعني بقدر ما بالإسم. اصيبت من تفكك يعني الطرف الثاني يعني اليوم مثلا ما بعرف اذا النائب ميشيل عون ولا حدا من التيار الوطني الحر يشيد اشاده عظيمه بدور المملكه العربيه السعوديه وانه طال انه هي عنصر استقرار في لبنان، وانه يعني بوقت انه حزب الله ووسائل اعلامه عم بيشنوا حمله هائله على الامير بندر بن سلطان. ما بعرف كيف بدنا نقراها في فرق يعني. يمكن بين الامير بندر بن سلطان وبين يعني قياده المملكه العربيه السعوديه ما بعتقد في فرق، ما فيش فرق لانه هو من القياده.
الأمير بندر شو من يعني هلأ يعني من برات يعني القرار السعودي ولا القيادة السعودية؟ يعني الأمير بندر كمان متهم بمحل من المحلات من قبل بعض أطراف اللبنانيين أنه هو وراء هذه السيدي. خلينا نحكي بصراحة بعض الأمير بندر لو بده يشتغل هذا النوع من الشغل كنا شفنا غير نتائج. ما بيشتغل السعودي بهذه الطريقة. السعودي في لبنان طول عمره هو صمام الأمان، والسعودي بلبنان طول عمره هو اللي حامل الدولة، وهو اللي حامل هيدي الدولة اللي عملت تنمية بالمال السعودي بكل المناطق اللبنانية من دون استثناء. وبالرغم من كل الحملات والتجني والافتراء والظلم والتهجم على المملكة وعلى الملك عبد الله، إلا أنه بقيت على ثوابتها فيما يخص الواقع اللبناني. لذلك اليوم هيدي الحملة هي حملة لتخريب المسار السياسي اللي يتضرر منه بعض الناس ربما داخل حزب الله وخارج حزب الله والنظام السوري تحديدا، لتخريب المسار السياسي الذي بدأ فيما يخص العلاقات السعودية الإيرانية واحتمال ارتداده على لبنان إيجابا. لذلك نحن عم نشوف أنه مسار التخريب لهذه الجهود حاضر بقوة في النظام السوري. بس كمان بالمقابل يعني حزب الله وحلفاء حزب الله بيقولوا انه كمان المملكة العربية السعودية حاليا ما بدها حكومة بلبنان، لانه ما بدها حزب الله بالحكومة. المملكة لم تدخل في التفاصيل، ولكن اللبنانيين اللي هن عندهم علاقة ايجابية بالمملكة شايفين انه ما في امكانية لتركب حكومة، وعم بيقولوا نحن برا وحزب الله برا، مش نحن بالحكومة وحزب الله برا، حتى يعني يبين كأنه هناك اقصاء للحزب. لا، عم ينقال انه جيبوا حكومة معقولة مقبولة تقدر تدير شؤون الناس، تقدر تقطع هيدي المرحلة وفوتوا على طاولة الحوار، خلينا نناقش يعني القضايا الاستراتيجية ومن ضمنها سلاح حزب الله ومن ضمنها قضية التدخل في سوريا. لذلك اليوم منا شايفين، انا ماني شايف انه في منطق بالحملة على المملكة، لانه ولا مرة يعني في سوابق انه خربت بلبنان، ولا مرة اجهزتها الامنية اشتغلت بلبنان وشكلت عصابات ومافيات والى اخره، في حين انه نحن شايفين النظام السوري شو عمل وايران شو عملت بلبنان. لذلك بدي ارجع على الموقف التيار الوطني الحر، هل هو عمليا زكزكة للحلفاء لأسباب العلاقة بالحكومة وبغيرها من الأمور، أم أنه بدأ يعني تنشأ بعض القناعات المخالفة في ظل اتضاح مخاطر سلوك حزب الله في سوريا وفي لبنان على اللبنانيين عموما وعلى الساحة المسيحية خصوصا؟ ليش ما بنشوف كمان يعني أمر ثالث، أنه العماد عون والتيار الوطني الحر شافوا بالمملكة العربية السعودية قوة اعتدال إسلامية، شافوا أنه هذه القوة كيف تقف ضد الإخوان المسلمين في مصر مثلا. هلأ الموقف جديد هذا بمصر، الموقف جديد، وأنا شخصيا يعني ما ماني معه، ماني مع هذا الخيار، أنا ضد هذا الموقف لأنه حيختنا على محلات خطيرة جدا في العالم العربي والإسلامي. أنا مع مصالحة إخوانية سعودية، هناك مخطط غربي حقيقي لضرب مكونات الأمة العربية والإسلامية لإنشاء مخطط غربي من الدول الأوروبية والولايات المتحدة. خلينا على الأقل على الأقل على الأقل وجهة نظري أنا، هناك سعي لصراع سلفي بين مزدوجين وهابي شيعي إيراني، هناك سعي لصراع سلفي إخواني، وبالتالي ضرب كل مكونات هذه الأمة. هلأ بتشوف أنه والله الاتحاد الأوروبي لا نحن عم نراجع، هذا من أجل تقوية الصراع، من أجل تقوية الصراع في مصر. الآن الإخوان المسلمين قوة اعتدال، مهما صار من كلام أنا ماني مقتنع أبدا أنه الإخوان المسلمين قوة إرهاب أو تدمير أبدا. الإخوان المسلمين قوة اعتدال في العالم العربي، والخيار في إقصاء هو فتح للمجهول على خيارات فعلا فعلا خطيرة جدا. لأنه شو البديل؟ عم نقول للناس اللي عم بيقولوا فوتوا على الخيار الديمقراطي والسلمي وعملوا انتخابات وغيروا عن طريق إقناع الناس والرأي العام وصندوق الاقتراع، أنه نحن هذا الباب مسكر عليكم، ما في إمكانية للتغيير السلمي والديمقراطي، ما في إمكانية لتداول السلطة، لا مكان لكم في التغيير الحاصل بالعالم العربي،
لوين بدكم تروحوا؟ وبعدين خليني بموضوع مصر مثلا، يصور محمد مرسي وكأنه يعني جزار. شو عمل محمد مرسي؟ سجن صحفي واحد محمد مرسي، رفع دعوة، رئيس رفع دعوة على صحافي اعتبروا انه افترى عليه. مزج حدا بالسجون محمد مرسي، طرح مشروع اقتصادي. مزج بلا، كان في صحفيين فاتوا على السجون ابدا، رفع الدعاوى عليهم بس. وكان في كمان ناشطين يعني ما بسموهم بالمجتمع المدني كمان تعرضوا لملاحقات، تعرضوا لملاحقات قضائية. ما حدا منهم توقف يا أستاذ بسام. شو ملاحقات قضائية؟ رئيس يعني؟ رئيس بيرفع دعوة. نحن معلش يعني إذا رئيس رفع دعوة بمحكمة مثله مثل أي مواطن، ما أخذ يعني ما مارس القمع بهذا المعنى. أنا بقول لك أنا وجهة نظري الإخوان المسلمين أخطأوا في البداية في القفز إلى السلطة بكل مواقعها. نعم ما كان لازم يروحوا على انتخابات رئاسية، كان لازم يتركوا الأمور بالتدريج، كان لازم يفوتوا بتجربة متدرجة في المجتمع المصري، كان لازم يشاركوا أكثر، شرائح أخرى شاركت بالثورة مثلا، كان لازم يقدروا ينفتحوا أكثر على الناس. مزبوط، بس لما حكموا ما أخونوا الدولة. كم محافظ ليش عملوا عينوا لألون من كل المحافظين؟ ما بيجوا 5% الحكومة اللي عملوها. يعني طرح محمد مرسي خطة اقتصادية، بدأت مصر الآن. جابوا محافظ بالجماعة الإسلامية وكان متهم بالإرهاب وعينوه، وجابوا محافظ قبطي. وشو ما قعدوا يعني لنهار. يعني نحن عم نحكي إذا بالتعيينات ما أخطأوا بالتعيينات. أنا ما عم أقول كل سلوكهم سلوك ملائكي، نعم. بس عم أقول لا يستحقون الانقلاب عليهم ولا يستحقون القتل في الشوارع. طلع حدا امبارح بيقول انه الديمقراطية الى عمودين، الاقتراع والتداول السلمي للسلطة وحقوق الانسان، والاخوان خرقوا حقوق الانسان. ليش اللي عم بيصير هذا حفظ لحقوق الانسان؟ قتل الناس بالطرقات بدم بارد بهذا الشكل، هذا حفظ لحقوق الانسان؟ بعدين شو في مصلحة في هذا بالعالم العربي والاسلامي انه تنفتح هيدي المعركة؟ لصالح مين؟ مين عم يستفيد من هذا الصراع؟ لذلك نحن اليوم أنا وجهة نظري الأمر كله بحاجة إلى إعادة نظر. مش بيوقف الفريق السيسي بيقول أنه الإخوان عليهم أن يعيدوا النظر، الكل يجب أن يعيد النظر. نعم الإخوان عليهم أن يعيدوا النظر في الكثير من سلوكياتهم السياسية، صحيح. طب لماذا لكن الآخرون عليهم أن يعيدوا النظر أكثر بمئة مرة بسلوكهم. طب ليش تقف السعودية في وجه الإخوان يعني وغيرها كمان من دول والله الخليج؟ يعني هذا مع أنه السعودية يعني كمان قدمت أموال وقت كانوا الإخوان موجودين بالسلطة. يعني هذا موقف أنا ما يعني ما عندي تفسير له. ربما يكون هناك يعني مخاوف من مثلا تمدد مشروع الإخوان في العالم العربي. ربما يكون هناك سوء إدارة للعلاقات، يعني هناك هواجس، هناك عدم إذا بدك وجود كيمياء. يعني ربما هناك أخطاء من الإخوان، ما يعني ما بنقدر نحن نحكم بشكل فعلي من بعيد على هذا المسار، لكن أنا شايفه مسار مخيف، مسار مفكك لقدرات العالم العربي والإسلامي، مسار يصير صراع. يعني إذا كنا نحن معتبرين أنه الآن في صراع، عم يجي المشروع الإيراني عم يضرب في سوريا وعم يضرب بالمنطقة، وبنجي نفتح معركة مع الإخوان بهيدي الطريقة، يعني هيدا صراع عم يخدم مين؟ فضلا عن الصراع الأساسي مع العدو الإسرائيلي. طيب ما نحن وين عم نروح هالحالة هيدي؟ كمان يعني عم نشوف أنه الموقف التركي من الحكم الجديد في 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 مصر، يعني كمان يعني معركة مفتوحة بين الجانبين، بين 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 القيادة التركية وبين الفريق السيسي. يعني وصلت لسحب السفارة وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة، صحيح. لأنه يمكن تركيا تعتبر أكثر من غيرها أن معنية بهيدي التجربة اللي كانت عم تحاول أن تروح باتجاه جذب الحالة الإسلامية نحو مزيد من القناعة بالعملية الديمقراطية وإنشاء نموذج أشبه بالنموذج التركي، فضلا عن المظلومية اللي عم يتعرضوا لها الإخوان. يعني اليوم إذا في اعتصام ما في حل له إلا بمذبحة. يعني ليش استقال محمد البرادعي دخلك؟ ليش الناطق باسم جبهة الإنقاذ استقال؟ لأنه هذا فعل لا يمكن تبريره بهذا الشكل أبدا. وأنا بدي أقول أنه بارتدادات هذا الأمر على العالم العربي، أنا بتمنى أنه يصير فيه نوع من التقييم لهذه المرحلة عند الكل،
والحرص على وحدة الصف، لأنه نحن ما بنقدر نتحمل هذا النوع من الصراع إطلاقا. إلى أين يعني برأيك تتجه الأمور في مصر؟ يعني الإخوان هن بصدد الاستكانة ولا بصدد يعني التسليم بهذا الواقع؟ كان هناك وكيف بدون يواجهه؟ كان هناك طرح بحل للأزمة يقضي بعودة الرئيس مرسي بصفة مؤقتة، يعني لفترة محددة، وبتسليم صلاحياته إلى رئيس حكومة، يعني بحفظ ماء الوجه للإخوان بالشكل، وعمليا بتسليم السلطة. لكن هناك من خرب هذا الحل، وبالتالي الإخوان ما بيقدروا بالمكان اللي وصلوا له الآن يتراجعوا، ومع الأسف الجيش ما عم يتراجع، وبالتالي التسوية اللي كانت منطقية وممكن هي اللي ذكرناها، عودة شكلية للرئيس مرسي ويقوم بتسليمه وتفويض السلطات إلى رئيس حكومة برضا والتفاهم مع الجيش، هذا أمر كان ممكن أن ينقذ مصر من 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 أفق سيء جدا عم تدخله الآن. الإخوان ما رح يستكينوا، بس كمان الحياة السياسية لن تستقيم بدونهم في مصر. والمراهنة على أنه حل جماعة الإخوان في القانون مثل ما عمل عبد الناصر سابقا يؤدي إلى شق صفوف الجماعة، هيدي مراهنة مرعبة، لأنه الانشقاق لن يكون في اتجاه أن يقوم جزء من المشقين بالاقتراب من الجيش ومن الحكم، لا، حيروح باتجاه الأكثر عنفاً والأكثر تطرفاً، أن يكفر بالعملية الديمقراطية، أن يكفر بالعملية السياسية، ونروح على زمن الثمانينات لما كانت الجماعات المسلحة بمصر عم تواجه السلطة. عم تشتغل الجماعات المسلحة، يعني اليوم نسينا في كمين قتل فيه 24 جندي مصري. هذا الأمر كان ممكن برأيك لو تم التوصل إلى حل معقول. حتى هذا الأمر كان موجود وقت كانوا الإخوان بالحكم. واجهوا الإخوان. يعني هن اليوم عم يدعوا انه الاخوان هن انشأوا هيدي المجموعات المسلحة لضرب الجيش، من المبررات اللي عم تستهدف الرئيس مرسي، ما انه صحيح، لانه هن فعلا واجهوها. بس يعني اسخف ما سمعت في هذا الامر انه عم يتحقق مع الرئيس مرسي بتهمة الهرب من سجون حسني مبارك. ليش انتو ما عملتوا ثورة على حسني مبارك؟ ليش السجن اللي كان عامله كان شرعي؟ ليش خروج الناس إلى الحرية مش كان إنجاز الثورة اللي صارت بمصر؟ هذا أمر الحقيقة. يعني نحن اليوم اللي بيعنينا بشكل فعلي مش يعني إذا بدك دعم الإخوان بوجه خصومهم، بقدر ما هو العودة إلى مبدأ أساسي هو وقف الصراع الدموي في مصر والاحتكام إلى الحل السياسي. بس الإخوان يعني اضطروا للرد، يعني برأيك اضطروا للرد على استخدام السلاح بالسلاح؟ لا لا، سقط قتلى من الشرطة. لا لا لا، عم يسقط قتلى لك يا أستاذ بسام، إذا عم يتقذفوا الحجارة والزجاجات الحارقة بيسقط قتلى. طب والمسلحين؟ خلينا نحكي بصراحة، شوهدوا على شاشات التلفزيون. خلينا نحكي بصراحة، هل بتعتقد أنه جماعة بحجم الإخوان بتواجه بميتان بيرودة؟ لو في قرار بالمواجهة المسلحة عند الإخوان المسلمين في مصر كنت شفت مشهد آخر، كنت شفت يمكن مثل اللي هلأ صار بمصر بسيناء. مش هيك، الإخوان يقومون بحركة سلمية متمسكين فيها حتى النهاية، ولازم العالم العربي يفهم ويستوعب أهمية استيعاب الإخوان. وإذا كانوا على خطأ لازم تعالج أخطائهم، ولكن مستوى الأخطاء اللي عم يرتكبوها لا يبرر أن يتم ذبحهم بالشارع. بس كمان يعني هل يبرر مثلا ما حصل مع الإخوان أو الهجوم عليهم برابع العلوية وبغيرها؟ هل يبرر مثلا الهجوم على الكنائس القبطية؟ ما هن اللي هجموا الكنائس؟ أنا عملت تدقيق وتواصلت مع ناس بمصر. أنا بدعي لمراجعة ما يقول القس أيوب يوسف بهذا الموضوع. أستاذ بسام، في فوضى هائلة في مصر، اللي حرقوا الكنائس حسب قناة مصرية مسيحية أولاد عمرهم 18 سنة و16 سنة و15 سنة. أنا سمعت امبارح مذيعة على قناة مسيحية قبطية مصرية، والأب أيوب يوسف بيقول أنه كل خطباء المساجد دعوا إلى حماية الكنائس، وما أحد منهم أبدا أبدا لا حرض ولا شارك ولا غطى، بالعكس عملوا جهد للتخفيف من هيدي المسألة. نحن بدنا ننسى
أنه اللي كان بالإسكندرية بده يفجر الكنيسة هو جهاز أمن الدولة؟ فجرها. بننسى نحن أنه جهاز أمن الدولة وانكشف وصار فضيحة ومن عوامل حله بعدين هو تفجير الكنيسة وتحريض مجموعات سلفية ومجموعات مسيحية على بعضها وتسليح كلا الطرفين؟ يعني شو عم يعملوا أصلا بقايا النظام بمصر؟ عم يعملوا هذا الشغل، هذا الشغل الأمني والتخريبي. ومش بأنه والله نحن بنطلع من أرجي أنه والله نحن حنبني الكنائس. قبل ما تبني الكنائس بدك تعمل قانون حقيقي يحمي المسيحيين في مصر. ما كانوا الإخوان مسؤولين عنه لما كان حسن مبارك حاكم 30 سنة بيميز ضد المسيحيين في بناء الكنائس أبدا. لذلك أنا يعني هذا المشهد مش أنه ردة فعل على الصورة يلي ظهر فيها بابا الأقباط إلى جانب شيخ الأزهر إلى جانب الفريق السيسي يعني. أكيد مش ردة فعل إخوانية. إذا كان هناك من فعل هذا الأمر فهو مزيج من الفوضى ومن الحانقين الغاضبين المفلتين بالشارع. وهذا اللي لازم أصلا كان شيخ الأزهر يحسب حسابه وبابا الأقباط يحسب حسابه لما قرروا ينخرطوا بالانقلاب. أنه ما بتقدر تكون اليوم يا شيخ الأزهر وسيط وأنت شريك بالانقلاب، كيف بدك تكون مقبول؟ بعدين شوفوا هدول الإخوان يلي هن عم يتهمون بالإقصاء. شيخ الأزهر هذا اللي هو هلأ موجود هو كان عضو لجنة السياسات العليا في الحزب الوطني الحاكم بأيام حسن مبارك، وأبقوه ما عزلوه، أبقوه شيخ أزهر ما عزلوه، وبيتهمون أنه هن إقصائيين وبيتهمون. لا يعني خلينا نحن نشوف الأمور مثل يعني بواقعية. أخطاء الإخوان قد تكون بهذا المكان أو ذاك، لكن الحياة السياسية في مصر لا تستقيم إلا بمشاركة الإخوان المسلمين. اللي بعتقد أنه عليهم كمان يفكروا بإدارة العملية بإدارة وجودهم السياسي بطريقة أكثر تحررا من الالتزام بالجماعة. يعني الحزب السياسي اللي هو حزب الحرية والعدالة لازم ياخد مساحة أكبر وأوسع بكتير من اللي كانت قائمة، ولازم يخفف من الارتباطات المباشرة مع على مع على على حساب جماعة الإخوان المسلمين. لا مش على حسابها، هي اليوم الجماعة هي بالأساس جماعة دعوية عظيم. وفي المرشد، وفي المرشد كيف بده يطلع هذا الحزب من المرشد؟ بيطلع بمهمته السياسية اللي ارتضاها لدوره في مصر. مصر هي أم الجميع، وهذا أمر لازم يحلوه الإخوان. يعني لازم يوصلوا لمحل من ضمن المراجعات المطلوبة، لأن نحن منا معتبرين أنه الإخوان هن جسم لا يخطئ أو ملائكي. لا، في عندهم أخطاء وفي عندهم مشاكل وفي عندهم مجموعة من العقد التاريخية لازم يطلعوا منها، ولازم ينفتحوا على الحياة السياسية بطريقة أفضل مما هو قائم. أستاذ أحمد الأيوب بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد. أهلا وسهلا فيك بالـ LBC. مشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.